حنشوف مع بعض طريقة عمل المفتول. أسخن زيت قطع الدجاج، رشة بسيطة من الملح والفلفل، أضيف كمية وفيرة من البصل، وحضيف الكراوية بشوية كمون، وكمية وفيرة من العصفر، وأغمر الدجاج بالماء. هستعمل المصفاي، وبيكون عندي قماش الخفيف أو الشاش، وابتدي أحط كمية المفتول اللي هحتاجها. وعندي هون خلطة كتير لطيفة، بصل صغيرة مفرومة، الكراوية، كمون والملح، وأضيف هذه الخلطة، أخليها على نار متوسطة لحوالي نص ساعة. حضيف الحمص المسلوق،